اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج مصر تستطيع. بدايتنا النهارده ان شاء الله موضوع مهم لانه بيخص مستقبلنا كلنا، مستقبلنا احنا شخصيا ومستقبل ولادنا ومستقبل اولاد اولادنا كمان، لانه هو ده اللي جاي في العالم كله. ايه هو اللي جاي؟ المنتدى الاقتصادي العالمي عمل استطلاع او دراسه مهمه جدا، والدراسة دي يعني اتعمل فيها مع 803 شركة في العالم، من أكبر شركات العالم 803 شركة، عشان يشوف مستقبل الوظائف في العالم أو شكل الوظائف اللي جاية، وإيه الوظائف اللي مش هتكمل معانا في الفترة الجاية، وإيه الوظائف اللي هتكون جديدة. احنا بنتكلم هنا على مستوى العالم كله. طيب احنا بعيد عن العالم؟ لا، احنا مش بعيد عن العالم، أكيد هنلاقي نفسنا في تماس مع بعض الحاجات دي، وفي بعض الحاجات ممكن تكون منطقية مش بتنطبق علينا في مصر، ولكن في النهاية التجربة العملية اللي احنا شفناها مع عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة اللي احنا شايفينه على مستوى العالم كله، فده مأثر علينا ومأثر على تفاصيلنا ومأثر على حياتنا. واعتقد ان التليفونات دلوقتي بقت جزء مهم من حياتنا، وهي بتتحكم في حياتنا واللي جوه التليفونات. طيب تعالوا مع بعض نشوف الدراسة. الدراسة بتقول لنا ايه بقى؟ بتقول لنا انه وهي دراسة معمولة على فرص التوظيف خلال 5 سنين اللي جاية. فالدراسة بتقول انه، ودي دراسة تابعة لجهة مهمة وهي المنتدى الاقتصادي العالمي. طيب بتقول انه العالم هيفقد 83 مليون وظيفة. هنفقد 83 مليون وظيفة وهنكسب 69 مليون وظيفة، وده معناه انه في حوالي 14 مليون موظف في العالم هيفقدوا عملهم. بتكلم على الموظفين. طيب ايه الانماط اللي موجودة هنا بقى في الدراسة؟ بيقولك ايه؟ بيقولك انه مثلا المتخصصين في الاستدامه والمهندسين بتوع التكنولوجيا الماليه والمحللين او محللي البيانات وكمان امن المعلومات والبيانات، دول هيحصل فيها نمو بنسبه 30%. يعني التخصصات دي هيبقى فيها نمو بنسبه 30%، وبالتالي حتى ده بيكون جزء من اختياراتنا، حتى لما بنقرر ندخل كليه معينه يبقى نبقى عارفين انه نسبة النمو العالمي في هندسة التكنولوجيا المالية، هندسة التكنولوجيا المالية. طبعا انا بقول لحضراتكم تخصصات ممكن تكون صعبة علينا شوية، لكن هي تخصصات جديدة وعلينا ان احنا كلنا نبحث عنها ونشوف تفاصيلها ايه. علماء تحليل البيانات مهمين جدا، مطلوبين. الامن السيبراني دول مطلوبين جدا، واللي هو امن المعلومات بشكل عام، دول مطلوبين جدا، ودي من الحاجات اللي هيبقى فيها نمو بشكل كبير. على مستوى المهن اللي هيحصل فيها، اللي هتكسب 2 مليون وظيفه جديده على مستوى العالم، المهن الحرفيه. يعني هو بيقول لك في الدراسه انه سائقي الشاحنات والحافلات اللي هي الثقيله اللي هي سواقين النقل، يعني دي مهنه هتكون مطلوبه. المعلمين بتوع التعليم المهني هيكونوا مطلوبين جدا. الناس اللي بتشتغل في الميكانيكا واللي بيصلحوا الآلات، دول برضو هيكونوا مطلوبين. يبقى احنا كل حرفة او كل مهنة مرتبطة بالإيد دي هتكون مطلوبة جدا في العالم، والعالم هيزيد عدد العاملين في الموضوع ده، 2 مليون بني آدم هيزيدوا في المسألة. تعالوا نشوف ايه الوظائف اللي هتقل، اللي ممكن خلال 5 سنوات القادمه قد تنعدم. ايه هي بقى؟ قال لك وظيفه الصراف في البنوك، لانه مع التقدم التكنولوجي ومع فكره ان احنا كل حاجه بقت عن طريق التكنولوجي، فالصراف في البنوك هي من الوظائف اللي هتقل بنسبه 40%. وكل الوظائف القايمه على ادخال البيانات، يعني السكرتارية مثلا اللي هم بيدخلوا بيانات، برضو دي من الوظائف اللي هتقل بنسبة 40%. فما فيش مستقبل في الحتة دي قوي، ف يعني ايه ما نتعبش نفسنا فيها. ده يعني هو الدراسة بتاعت منتدى الاقتصاد العالمي بتقول لنا الكلام ده.
بيقول لك ان النوعيه دي للناس اللي بتدخل بيانات دي اكبر خساره حصلت للوظائف في 8 مليون وظيفه في 5 سنوات. العالم بيخسرهم نتيجه لانه ده ما بقاش مطلوب. طيب بيقول لك في فرص بقى موجوده، لانه حضراتكم عارفين انه العالم كله بيتجه الى الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه. في بعض الاحيان بنبص الكلام ده على انه كلام انشاء وكلام، بس حقيقي في استثمارات عالميه في المنطقه دي. فالاستثمارات العالميه دي بتقول ان في 30 مليون وظيفه على مستوى العالم في حاجه اسمها الاقتصاد الاخضر، وبالتالي احنا علينا ان احنا كلنا لازم نذاكر ونعرف ايه هو الاقتصاد الاخضر، وايه هو المتاح في الاقتصاد الاخضر من وظائف عشان نلاقي نفسنا وظائف. يا ترى الوظائف دي موجوده في مصر او موجوده في بلاد بره؟ موجوده اكيد في كل بلاد العالم، وتقدر كمان تشتغل بره في مصر عن طريق التكنولوجيا، لانه حضراتكم عارفين انه الترند في العالم كله ان انت تقدر تشتغل من بلدك في اي بلد تاني من بره وتقبض بالدولار، بس بشرط ان انت تتمتع بمهارات محدده، وعلينا كلنا ان احنا نتعلم المهارات دي. طيب فاحنا بنتكلم على انه تحت كلمه الاقتصاد الاخضر اللي احنا كلنا محتاجين نذاكرها ونعرف كل تفاصيلها في 30 مليون وظيفه في العالم. طيب عندنا المنتدى الاقتصادي العالمي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان في 20 مهاره اساسيه علينا ان احنا نتمتع بيها، لان ال 20 مهاره الاساسيه دي هي اللي هتتسبب في ان احنا نلاقي شغل. بتكلم علينا كلنا بشكل عام. ال 20 مهاره هي عناوين، العناوين دي انا هقولها لحضراتكم زي ما هي مكتوبه في الدراسه، واكيد كلنا هنقعد ندور داخل العناوين دي ازاي ننمي نفسنا، ازاي ناخد تدريب فيها، ازاي ناخد دورات تدريبيه، ازاي نوسع الافق بتاعنا في المهارات دي، لان المهارات دي هي اللي هتؤهلنا للوظائف في الفتره القادمه. هم 20 مهاره اساسيه. المهارات هي التفكير التحليلي، التفكير الابداعي، المرونه والمرونه وخفه الحركه، الدافع والوعي الذاتي، الفضول والتعلم، محو الاميه التكنولوجيه. وده مهم جدا، يعني احنا في العالم زمان كنا بنقول محو الاميه ان الناس يعني تعرف تقرا وتكتب، دلوقتي بقى في مصطلح جديد اسمه محو الاميه التكنولوجيه، ازاي نقدر نتعامل مع التكنولوجيا بشكل عام. القياده والتاثير الاجتماعي، رقابه الجوده، اداره الموهبه، توجيه الخدمه وخدمه العملاء، اداره الموارد والعمليات، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمه، التصميم وتجربه المستخدم وتعدد اللغات، التدريس والتوجيه، البرمجه، التسويق والاعلام، الشبكات والامن السيبراني، الاشراف البيئي، البراعه اليدويه، والتحمل والدقه. دي المهارات ال20 اللي احنا لو جدنا اكبر كم ممكن منها هنلاقي وظيفه. ده تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. قال لك ترتيب بقى المهارات دي بالنسبه للمستقبل لسنه 2027، قال لك 1 التفكير التحليلي، دي المهاره الاساسيه المطلوبه. 2 التفكير الابداعي، دي تاني مهاره. 3 مهاره هي الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمه. ورابع مهاره هي القياده والتاثير الاجتماعي. وخامس مهارة هي المرونة وخفة الحركة، ثم الفضول والتعلم مدى الحياة، ثم محو الأمية التكنولوجية، ثم التصميم وتجربة المستخدم، ثم الدافع والوعي الذاتي. يعني هو هنا بيرتب لحضراتكم المهارات الأساسية اللي احنا محتاجين تكون موجودة عندنا في 2027. قالك ايه كمان بقى؟ قالك انه في دول ده وفقا للتقرير يعني حاطه في اولوياتها برامج معينه، يعني قال لك مثلا البرامج الدول اللي فيها برامج اكتر لتنميه المراه هي هولندا وكولومبيا وايطاليا، دول اكتر 3 دول في العالم. تعالوا نشوف بقى الخبر الحلو ده جوه التقرير نفسه. قال لك الدول اللي عندها برامج للشباب تحت سن 25 سنه، قال لك مصر والسعوديه وتركيا، دول من اكتر بلاد العالم اللي فيها برامج للشباب تحت سن 25 سنه في ال20 حاجه اللي احنا قلناها قبل كده. طيب الدول الاكثر عندها برامج اكثر اهتماما بكبار السن، لاتفيا وفيتنام واندونيسيا. طيب
في نفس الدراسة برضو اتكلمت على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وقال انه اي شركة النهاردة بيبقى فيها عدد موظفين اكتر من 50,000 موظف، تقريبا في المستقبل اللي هيتحكم في الشركة دي هو الذكاء الاصطناعي. فانت لو بتشتغل في شركة فيها اكتر من 50,000 موظف، عليك انك تذاكر وتدرس جيدا الذكاء الاصطناعي، وحتى لو انت مش موظف في الشركة دي الذكاء الاصطناعي هو القادم بقوة في العالم كله. نسب بقى التغيير في كل القطاعات، التغيير هنا ايه؟ ايجابي وسلبي، يعني وظائف هتمشي ووظائف هتيجي. ايا كان بقى الشكل ده هيبان مع المستقبل. قال لك في وسائل الاعلام والترفيه والرياضه في 32% تغيير. يعني في 32% من كل 100 موظف بيشتغل في الاعلام والترفيه والرياضه في 32 موظف رايحين جايين، ايجابي وسلبي، يعني وظائف هتنتهي ووظائف جديده هتبتدي. في الحكومه والقطاع العام 29% نسبه التغيير، ما بين ايجابي وسلبي زي ما قلت لحضراتكم. التكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقميه 29%، في قطاع العقارات في نسبه تغيير 27%، في الخدمات الماليه في نسبه تغيير 26%، في سلسله التوريد والنقل في 25% تغيير، في المنظمات غير الحكوميه والعضويه 24% تغيير، في التعليم والتدريب 23% تدريب، في 23% تغيير اسف، في الرعاية والخدمات الشخصية والرفاهية 23% تغيير، في الزراعة والموارد الطبيعية 23%، في التصنيع في 19%، في الصحة والرعاية الصحية 22%، يعني احنا بنتكلم في متوسط تقريبا ما بين 20 ل 25% في تغيير في كل قطاعات الوظائف اللي موجودة. الكلام انا بقول لحضراتكم هنا بيخص كل واحد بيشتغل شغلانة، وبيخص كل واحد نفسه يشتغل، وبيخص كل واحد بيتعلم عشان يشتغل في المستقبل. اللي بيشتغل بقول له في 25 من 20 ل 25% تغيير في مجال الوظيفة بتاعك، وعليك انك تتابع وتذاكر عشان نبتدي نطور مهاراتنا ونتعلم الجديد عشان نلاقي نفسنا مكان في المستقبل. بالنسبة للي بيدرس عليك انك تدور على التخصصات الجديدة اللي ليها علاقة زي ما قلنا جزء منها هندسة، الهندسة التكنولوجية المرتبطة بالمالية وتحليل البيانات والمعلومات والأمن السيبراني، ده اللي هيكون عليه طلب أكتر، اللي هيكون عليه طلب أكتر في الوظائف، الاقتصاد الأخضر بكل تفاصيله بقى، الطاقة النظيفة، وكل ده هيبقى فيه طلب كبير عليه الفترة الجاية. فبالنسبة للي بيدرس عليك إنك تشوف إيه اللي مطلوب. أنا بنصح حضراتكم بشكل عام إنه ندخل على الانترنت نشوف التقرير بتاع المنتدى الاقتصادي العالمي، نشوف ايه الفرص، نشوف ايه الحاجات اللي جاية في الوظائف بشكل عام عشان نذاكر ونتعلم وننمي مهاراتنا، وان شاء الله بالتوفيق. طيب احنا يعني انا اسف اذا كنت طولت على حضراتكم، لكنها دراسة مهمة جدا بتخص كل تفصيلة في مستقبلنا. بعد الفاصل هنرجع تاني نكمل مع بعض حكاياتنا. ورجعنا لحضراتكم تاني، وموضوعنا مهم جدا، في علم مهم جدا في الزراعه اسمه علم المقاومه الحيويه. اهميه علم المقاومه الحيويه انه او اساس العلم ان احنا نحاول نرجع الحاجه للطبيعه اللي ربنا خلقها بينا، لان كل خلقها لان كل بني ادم ما بيتدخل في حاجه ربنا خلقها ويبوظها للاسف الشديد بتؤدي الى دمار وخراب، وده اللي بيبوظ محاصيل زراعيه كتيره في العالم كله. وفكرة استخدام أي حاجة فيها مواد كيماوية بتدمر حاجات كتير. العلم المقاومة الحيوية هو بيحاول يرجع البيئة للتوازن بتاعها. في نبات مثلا اسمه الهلوك، الهلوك هو بيهلك فعلا محصول الفول ومحاصيل كتير عند إخواننا الفلاحين، وهم فاهمين أنا بقول إيه كويس. علماءنا في جامعة المنصورة اشتغلوا على نبات الهلوك وقدروا انهم يلاقوا مركب حيوي للقضاء على الهلوك اللي بيهلك محصول الفول، وده لو تعلمونا عظيم ان شاء الله لما تتعمم التجربه باذن الله
في مصر كلها، ده هيوفر علينا ملايين الدولارات اللي بنستورد بيها الفول من بره نتيجة لأنه محصول الفول عندنا بيتهلك من الهلوك. واحدة من الحاجات المبهجة إنه في مشكلة كبيرة بتواجه مصر ليها علاقة بزراعة الفول، إنه في نبات اسمه الهلوك، والنبات ده للأسف الشديد بيأثر على النبتة بتاعة الفول، وده أدى بشكل عام إلى إن مصر بتستورد من 65 لـ70% من الفول من بره مصر، وبالتالي الاستيراد ده بيخلينا نصرف ملايين الدولارات على حاجة ممكن نقدر نحلها. مين بقى اللي قدروا يحلوا المشكلة دي؟ علماء جامعة المنصورة قسم النباتات في كلية الزراعة قدروا انهم يتوصلوا الى مركب حيوي للقضاء على الهلوك، وبالتالي ده هيخلينا ان شاء الله ننتج الفول بنسبة 100% وما نستوردش من بره. يا ترى براءة الاختراع ده او التطبيق ده تم تطبيقه على ارض الواقع؟ ايوه تم تطبيقه على ارض الواقع، كل التفاصيل هنعرفها دلوقتي حالا. الهلوك ده مش مجرد اسم، ده صفة لنبات يقدر يدمر محصول كامل وأرض كاملة ويفقدها القدرة على زراعة البقوليات لأكتر من 20 سنة. الهلوك هو نبات زهري متطفل تطفل كامل على جذور العائل بتاعه، سموه هلوك لأنه هو بيهلك المحصول. أولا شمراخ الهلوك الواحد بيطلع أو بينتج من ربع إلى نص مليون بذرة هلوك، لما بتسقط في الأرض بتقعد 20 سنة قابلة للإنبات، وبناء على كده أصبحت مصر اللي هي أول دولة في العالم في استيراد الفول، بنستورد أكتر من 70% من استهلاكنا من الفول كل سنة، فأصبح محدش بيقدر يزرع فول. طب متخيل إننا في مصر أنتجنا بالفعل أول مبيد حيوي أو مركب حيوي في العالم للمكافحة والقضاء على آفة الهلوك اللي بتدمر محصول الفول بنسبة 100%. احنا عندنا مشكلة الهلوك الفول هي السائدة يعني عندنا خالص، فبدأت سجلت طالب عليها دكتوراه، وبعد كده حصلنا على نتائج كويسة جدا لحد ما طورنا نتاج مبيد حيوي، يعني في صورة جرانيولز حبيبات كده بتحط 1 جرام منها مع حبة الفول ساعة الزراعة، أول ما تروي الفول الجرانيولز دي بتمص المية، وبالتالي الفطر بينشط بيبدأ يهاجم بذور الهلوك اللي حوالين بذرة الفول في الجوع، فبيعفنها وبيحللها وما بتقدرش تنبت، وبالتالي أنا بحفظ الأرض بتاعتي من مشكلة الهلوك في السنوات القادمة. لو استخدمت المبيد الحيوي ده كذا سنة ورا بعض ممكن ما نحتاجش إن احنا نستخدمه تاني. متخيل إن مصر وجامعة المنصورة هي صاحبة الابتكار العالمي ده، واللي توصل له دكتور ياسر محمد نور الدين شبانة، رئيس قسم أمراض النبات في كلية الزراعة بجامعة المنصورة، وفريقه البحثي اللي مصر بتصرفه في استيراد الفول سنوياً بسبب تدمير الهلوك للأراضي، نقدر نقول إنه هيبقى ماضي خلاص، والفضل ده لربنا ثم للمنصورة المجبورة دايماً بأهلها. بدأنا نطور في الموضوع ده وأنتجناه في صورة بنحط طبعاً مواد مالئة، في نفس الوقت المواد دي بتحافظ على الشيلف لايف بتاع الفطر، يعني ممكن يقعد سنة وسنتين وثلاثة محتفظ بحيويته. تاني حاجة ان هي بتعتبر مادة غذائية بتساعد الفطر في انباته، لما يجي يهاجم بذور الهلوك بيهاجمها بقوة، وبالتالي لما زبطنا كل الفاكتورز دي بدأنا نجربه في الفيلد، جالنا النتائج تقريبا من 80 إلى 100%. ورجعنا لحضراتكم تاني، وامتحانات الثانوية العامة والخدمة اللي بنقدمها لحضراتكم من خلال برنامج مصر تستطيع، والخدمة دي تقريبا بقت عدت ما شاء الله
4 سنين اهو، لانه حتى اولادنا هم اتخرجوا من الجامعه، وهنفضل متابعين مسيرتهم ان شاء الله ربنا يوفقهم. احنا النهارده معانا هانيه وفاطمه ومروان، والثلاثه طبعا من اوائل الثانويه العامه. وعاوز اقول لحضراتكم بقى الثلاثه اللي معانا ما شاء الله مقفلين فين؟ مقفلين في التاريخ والانجليزي والجغرافيا وعلم النفس والفلسفه والالماني وايه تاني؟ والكيمياء والرياضيات، ويعني ما شاء الله الثلاثة اللي معانا مقفلين يعني ثلاث ارباع الحاجات. بس انا عاوز ابدا بحضراتكم بحاجه يعني منتبه ليها جدا. حضراتكم عارفين انه امتحان اللغه العربيه بيكون في البدايه، في بدايه الامتحانات الثانويه العامه. فانا عندي نموذج هنا، هو نموذج مروان. مروان درجته ما كانتش كامله في العربي، جاب اقل 5 درجات. هو عاده ما حدش بيقفل العربي، بس يعني لو انت من الاوائل بتبقى ناقص درجه، درجه ونص، درجتين، لكن ناقص 5 درجات فكانت بدايته مش موفقه قوي وهو في الامتحانات، لكنه فضل مكمل مشواره لحد ما بقى من الاوائل. فده موضوع يعني يجب ان نتوقف امامه قليلا، صح يا مروان؟ طبعا. يعني انت بادي بدايه غير موفقه على الاطلاق لو انت عاوز تبقى من الاوائل. لو انت خسرت 5 درجات في كل ماده مستحيل تبقى من الاوائل. بالظبط. فازاي البدايه بتاعتك كانت محبطه ومحبطه كاوائل يعني مش حاجه تانية، وازاي يعني الحمد لله ربنا وفقك بقى بعد كده انك قفلت الكيمياء والالماني والرياضيات والانجليزي، وحتى الفيزياء كنت ناقص درجه. بالظبط. هي الفكره كلها ان ما كانش في دماغي ان انا هبقى اوائل من اول امتحان، يعني وانا اول امتحان كان كل في دماغي ان انا عايز اجيب مجموعه حلوه عشان افرح اهلي وكده، ما كانش في دماغي حاجه اكتر من كده. فعشان كده كانت بالنسبه لي بدايه مش محبطه. يعني انا خارج رجعت شويه في الامتحان كنت عارف ان انا ناقص حبه، بس كانت بالنسبه لي بدايه مش محبطه، لان انا عارف خلاص الدرجه اللي انا جايبها دي حلوه مش وحشه. بس طبعا يعني هي كاوائل نقصت حبه، يعتبر نقصت كل اللي نقصت، يعني نقصت 6 درجات 5 منهم في العربي. ما انا بقول كاوائل، يعني واحد عاوز يبقى من الاوائل مستحيل انه يخرج من امتحان خسران 5 درجات ويبقى حالته النفسيه تكون احسن حاجه. ازاي قدرت تعمل التوازن ده؟ عشان ده مهم يعني. ما هو انت ساعتها مش بيبقى في دماغك ان انت هتبقى اوائل، يعني بيبقى كل اللي انت تبقى عايز تعمله ان انت تحقق، يعني ان انت توصل لحلمك والكليه اللي انت نفسك فيها. فانا كان بالنسبه لي الدرجه اللي انا جايبها دي ما كانش في دماغي ان انا هبقى اوائل، فكان بالنسبه لي الكليه اللي انا جايبها كانت حاجه حلوه فادتني دفعه معنويه اكتر ما كانت هي حاجه بتحبطني. بس فعشان كده يعني قدرت اكمل وجبت الدرجات اللي حضرتك قلت عليها. طب دلوقتي يا فاطمه رجعوا بقى الاسئله المقاليه. احنا معانا يعني المره دي 2 ادبي وواحد علمي، عشان في ناس بيقولوا انت منحاز اكتر للعلمي. والله انا منحاز لكل اولادنا، يعني كل اخواتنا واولادنا يعني، سواء ادبي او علمي انا الاثنين بحبهم يعني. فاطمه دلوقتي رجعوا شويه الاسئله المقاليه، يعني رجعوا سؤالين تقريبا صح؟ يعني هي الميزه فده ينفع انتوا بقى بتوع النظام القديم تدونا بقى نصايح فيها، لان انتوا عندكم خبره اكتر من مروان فيها يعني شويه. الميزه في الاسئله المقاليه ان هي بتدي شويه مرونه في التصحيح، ان هو مثلا يعني مش شرط الاجابه كلها تبقى كامله، لكن انت بتقدر تقنع اللي بيصحح ان انت اجابتك صح. لكن طبعا الاسئله اللي هي اختياريه هي في اجابه واحده بس اللي صح، فطبعا يعني الغلطه فيها او الغلطه في اكتر من سؤال بتوقع الدرجات جدا يعني. طب انت تعالي نشوف هانيا مثلا. هانيا انت لما بتجاوبي الامتحان بتبداي بالسؤال السهل ولا بالصعب ولا بالترتيب؟ هو انا بصراحه انا ببدا بالترتيب بتاع الامتحان، لكن دي بقى حاجه مهمه عايزين برضو نقولها للثانويه عامه دلوقتي، انه لما يقابلنا سؤال مش عارفينه نتعامل اكننا ما شفناهوش، ونكمل الامتحان بصوره طبيعيه جدا ما نفكرش فيه، ونرجع له نشوفه اكنه اول مره نشوفه. ده مهم قوي عشان تنظيم الوقت برضو. اتفق وانت يعني نفس جداً. الكلام يا يعني انا دايما بقول انت ماشي برضو بالترتيب زي هانيا. بالظبط. لما حد بيسالني بقول يعني لو حد لقى سؤال معرفوش ما يتوترش وما يبداش ان هو يبانك بقى وان انا مش هقدر احله او كده، لا يكمل بقيه الاسئله وبعد كده يرجع له ويقراه مره واثنين وثلاثه لحد ما يفهم الفكره من السؤال ويفهم بالظبط هو عايز ايه. كده كده دلوقتي الاسئله الاختياري فيها يعني مثلا 4 اجابات، في 2 منهم كده كده مستبعدين، فهو اللي بيبقى الحيره ما بين اجابتين، فهو في الاخر يعني ان شاء الله ربنا بيوفقهم يعني ان هم يوصلوا للاجابه الصح، فبلاش اتوتر من الاول لان ده هيأثر على ادائي في باقي الامتحان. وانت يا استاذ خالد، استاذ مروان اسف، انا دايما بيني وبين مروان حكايه انا وهو خالد، لان خالد وخالد ومروان دي يعني خالد هو صديق مروان يعني الاقرب ليه، وهو موجود معانا في الاستوديو بره، ودايما يقول لك عشان ما تعملش زي خالد، مع انه خالد برضه متفوق وحاجه كويسه. الحمد لله. فدايما بتلخبط خالد ومروان عشان هما الاثنين اصدقاء مع بعض. مروان
انت بتبدا بالترتيب الاسئله في الامتحانات ولا بتبدا بالصعب ثم السهل؟ يعني على حسب الامتحان، يعني مثلا في امتحان العربي كنت ببدا، لا انا بادئ ان انا هبدا بالنحو، بعدها هبدا التعبير، بعدها اخش على القراءه، بعدها النصوص، حاطط الترتيب هبدا بيه. بس امتحانات بقى زي الكيمستري والفيزيكس ما بتفرقش، ببدا بكمل مع الاسئله عادي، والسؤال اللي يقف قدامي اكني ما شفتوش زي طب ما هانيا وخالد؟ قالت. خالد كان بيفضل واقف قدامه. خالد ربنا يعينه بقى. خالد كان بيعمل ايه؟ كان يفضل واقف قدام السؤال ساعه. كان بيبدا بالصعب ولا بالسهل؟ ها؟ لا كان بيبدا بالصعب عادي. ويفضل واقف قدام السؤال ساعه ويضيع ساعه من الامتحان عليه. ويضيع، وده غلط. يعني احنا بشكل عام طبعا خالد، كل الاحترام والتقدير لخالد، يعني احنا بنقولك كنموذج بنهزر بيه، يعني انه انه انت لو وقفت قدام سؤال صعب قعدت جنبه ساعه فالامتحان راح منك. صح يا مروان؟ صح. السؤال الصعب اللي انت تشوفه اكنك ما شفتوش، كمل وحل الباقي. يعني ده درجه، انت عندك دلوقتي 60 درجه، ده درجه بكتير قوي درجتين من ال 60، فانت ركز في ال 60 اللي عندك، ركز في الباقي وسيب الدرجتين دول للاخر. لو عرفت صحيح. تحلهم خلاص، ما عرفتش تحلهم برضو عادي. طب اديني بقى مفاتيح يا استاذ، نبدا ايه، بالالماني ولا بالرياضيات؟ انت راجل مقفل يعني. الرياضيات خلينا باعتبار انه في نسبه كبيره من الناس مفتاح الرياضيات، ايه اللي خلاك قفلت ال 60 من 60 صح في الرياضيات؟ اللي خليك جبت 60 من 60 ايه؟ ان انت مش بتحفظ القوانين وخلاص وهتخش الطبقه وانت مش فاهمها، لا لازم تبقى فاهم كل قانون، كل قانون جه منين، كل قانون عملت كده ليه. يعني حتى لو جه قدامك سؤال صعب في الامتحان مهما كان لافف، انت هتبقى فاهم انت هتستخدمت ده ليه، وهتستخدم اي قانون عشان انت شايف الحاجه اللي قدامك. يعني انت مش هتتلخبط. في ناس لا بتحفظ القوانين وتقول انا لما اشوف الشكل ده هستخدم القانون ده. مش هي دي الفكره، لا ممكن يجيب لك نفس الشكل بس يلعب في حبه حاجات، فلا انت تبقى عارف القانون ده انت بتستخدمه ليه، وكل حاجه تبقى عارفها ليه، اكنك مهندس بالظبط. طيب. بس ساعتها كده انت هتبقى هتلاقي الناس يعني مش الفهم معك. مش الحفظ بالظبط. الفهم اكيد. بس انت متاكد انك مقفل في الرياضيات يا مروان؟ انت مصدق ولا انا مصدق؟ ان شاء الله مهندس بقى. فاطمه جغرافيا، ادينا بقى مفتاح الجغرافيا، ما انت مقفله جغرافيا ما شاء الله. الحمد لله. هو مبدئيا الجغرافيا بتتربط ببعض اكتر من ان هي بتتحفظ، هي طبعا فيها حاجات بتتحفظ، لكن دلوقتي مع ورقه المفاهيم اللي بتكون موجوده بتوفر على الطالب ان هو يحفظ كتير، فبيحتاج ان هو يكون فاهم اكتر. يعني مثلا سؤال الخريطه ممكن هيسالك عن دوله ما بين مثلا دولتين، دوله دي فيها مناخ مش عارف ايه او فيها حاجه زي ايه، فانا لازم اكون فاهمه الكونسبت نفسه اكتر من ان انا حافظاه، لان هو معايا كده كده في ورقه يعني المفاهيم. يعني محفظ الخريطه افهم جواها ايه قصدي؟ هو طبعا يعني حاجه زي الخريطه بتتحفظ يعني بالشكل برضو، يعني اللي هي الذاكره كده اللي هي المصوره، ان انا اكون حفظت صوره الخريطه، عرفت مثلا هنا الجزائر، هنا تونس، هنا يعني عرفت البلاد موجوده فين. وفي نفس الوقت برضو في الجغرافيا السياسيه في بقى المضايق وال يعني والمحيطات مش عارف ايه، فهو محتاجين لا بصراحه نحفظ شويه في الخريطه، لازم نحفظ الخريطه. دي او دي طريقتك بالظبط تحفظي الخريطه عشان يعني بالنسبه لي اوكي بيبقى مهم جدا انا احفظها بقى بتفاصيلها. بالظبط كده، بحيث لو جات لي اي جزء منها انا ابقى عارفه الجزء ده في انهي قاره في انهي حته اقدر افصصها يعني. وطبعا بالنسبه للمفاهيم انا لازم اتعلم اكتر ان انا ازاي اطبقها، لان هو مش هيسالني ان انا اسمعه زي ما كنت بتسال زمان في يعني في 2019 النظام القديم، انا كنت بكتب اللي انا حافظاه كله كل حاجه. دلوقتي انا محتاجه اطبق اللي انا حفظته ده في السؤال، لان هو مش هيسالني سمعيه، لان هو عارفه وكاتبه لي في ورقه المفاهيم. انا محتاجه اعرف ازاي احل السؤال اللي قدامي، الجمله اللي هو جايبها لي اقدر اطبق عليها الـ القاعده اللي انا حفظتها يعني، او المفهوم اللي انا حفظته. وانت يا هانيا مفتاح علم النفس ايه؟ انت مقفله ما شاء الله برضو في علم النفس. هو الحقيقه انا اصلا بحب علم النفس اصلا يعني حاجه مهمه. هو مفتاح اي حاجه في الدنيا الحب، انت لما تحبي حاجه هتديها، بالذات في الجامعه، بالذات في الجامعه. بس لو بنتكلم على علم النفس في ثانويه عامه، هو طبعا حفظ كده كده، لكن مهم قوي قوي ان انا ابقى معلمه كل مثلا السؤال اللي يبقى عايز مني ايه بالظبط، ابقى عارفه الفكره العامه للسؤال، بالذات في الاسئله المقاليه ابقى فاهمه الفكره العامه بتاعته عامله ازاي، البوينتس او النقط الصغيره بنحفظها بالتدريج وبالحل وبالكتابه، لكن المهم ان انا ابقى فاهمه السؤال عايز مني ايه والحته دي بتتكلم فيها، ابقى فاهماها مش بس حافظاها. فالاهم بالنسبه لك هو الفهم مش الحفظ. هو ادبي مش حفظ بس، ادبي فهم وحفظ. طب احنا عاوزين نطمن على اولادنا، عشان دايما بنسال الاوائل في الثانويه العامه بيعملوا ايه. استاذ مروان انت دلوقتي طمنا كده في الامتحانات ايه في الكليه عندك ودرجاتك ايه؟ يعني الحمد لله اصلا في اول سمستر طلعت الاول على الدفعه وكده، فماشي اول على الحمد الدفعه لله. ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله الاول على الدفعه. يعني
وانت يا استاذه فاطمه طمنينا عليك. لا الحمد لله تقديري كويس، اتخرجت يعني وامتياز. مش الاولى، مش لا مش مهم بتبقى ما عندناش أولى. ما عندناش الرانكينج ده قوي، بس يعني الحمد لله تقديري حلو. تقدير كويس. وانت يا استاذه هاني؟ انا الاولى على دفعتي الحمد لله. الاولى على دفعتك؟ طب كويس كويس. وحتى برضو يا فاطمه، لانه دايما احنا بنقول يعني ايه، انه الحياه مراحل. يعني انا النهارده طلعت الاول، بكره ممكن ابقى الثاني او الرابع، وبعده ارجع الاول، وممكن ابقى، بس المهم ان انا اتعلم. يعني طول الوقت ان احنا نتعلم، وما فيش حد بيفضل الاول على طول يعني، والا صح. يعني الاصعب من النجاح ان انا اصلا احافظ على النجاح اللي انا وصلت له. صحيح، برافو عليك برافو عليك. بعد الفاصل هنرجع تاني نكمل حكاياتنا مع اوائل الثانويه العامه. ورجعنا لحضراتكم تاني، وحديث الثانوية العامة والنصايح ليلة الامتحان. ربنا يوفق كل أولادنا في الثانوية العامة، ودايما احنا بنصمم ونصر ان النصايح تجي لهم من اخواتهم، من اللي خاضوا التجربة قبلهم، عشان يقولولنا او نتعلم منهم ازاي نكون اوائل زيهم. مروان، السؤال اللي بسأله لكل الناس طول الوقت، وهو الغلطات اللي انت بتقع فيها او اللي انت وقعت فيها، ما تتمناش ان حد يقع فيها تاني، باستثناء الغلطات بتاعت خالد يعني. هي اول غلطه غلطتها هي كده كده غصب عنك، بس انت بتبقى متوتر قوي قبل الامتحان، فده بيدخلك الامتحان انت مش قادر. بس يعني اللي انا عملته يعني عشان احاول اتخطى الحته دي، ان انا كنت بسمع قران قبل الامتحان او كده. دي حاجه حسيتها ان هي فادتني، بتهدي بالظبط، ان انا بخش الامتحان هادي واثق ان ربنا معايا خلاص. بس بعدها ببدا اعرف اطمن جوه الامتحان. تاني غلطه بس عملتها برضو، ان انا رحت الامتحان، في امتحان رحت متاخر، كان اسباب خارجه عني يعني. المهم ان انا رحت الامتحان متاخر، ساعتها ده كان اول امتحان اصلا يجي لي فيه بانيك اتاك تقريبا. فدي حاجه برضو ما انصحش بيها ان انت حاول تروح الامتحان في وقتك. ده انا امتحان ده اللي دخلته متاخر، كيمستري، واللي قفلت فيه الكيمياء اهو. الحمد لله الحمد لله. انت حتى التخصص اللي انت اخترته هو قريب، لان انت بتحب الكيمياء. بالظبط، انا اصلا لو انا حبيتها بسبب دكتور ناصر البطل، بس انا حبيتها عشان كده دخلت في مجال الكيمستري وكده. فعشان كده اصلا كنت فاهم المنهج اللي انا داخله. بس انا رحت الامتحان متاخر بقى، ده وترني قوي، ان انا رايح انا متوتر، انا اتاخرت عن بقيه اللي بداوا وكده. يعني الامتحان بدا وبعدين رحت، ولا انت رحت على الميعاد بالظبط بتاع الامتحان؟ رحت بعد الميعاد بخمس دقائق كده كمان تقريبا. يا نهار ابيض. فلو انا دخلت هم بيمتحنوا اصلا، فاللي هو انا دخلت. بص هاني وفاطمه بيضحكوا، هم بقى لو مكانك كانوا نهار، وكانوا شدوهم بردوهم على الارض، هم بيعيطوا. انا كنت ببقى نص ساعه بره، عنده ثبات انفعالي رهيب. انا طول الوقت قلبه ميت، انا طول الوقت عمال بسال، هو مروان ده ما شاء الله ازاي طلع من الاوائل؟ بس تمام يعني، انت من الاوائل باخلاق الشباب يعني. ف وصلت متاخر خمس دقايق، عملت ايه بقى؟ انا اول ما دخلت انا بعرق بس يعني. ده بتاع انا اول ما انا اصلا صحابي قالوا لي ان هو ده البانيك اتاك، انا كنت عارف ان ده بانيك اتاك. بعد ما خرجت بقى عرفت اللي هو انا كنت بعرق من كل يعني، جسمي كله بيعرق، وايدي اصلا عارف لما تبقى ايدك مبلوله مش عارف تمسك القلم من كتر ما هي مبلوله. قعدت بتاع 15 دقيقه كده، بعدها بقى مسكت نفسي، بدات افتح ورقه الاسئله. انا حرفيا ببص، انا مش فاكر المنهج، انا قاعد ببص مش فاكر. بدات بقى ابص واحده واحده بالظبط، انا مش عارف في ايه. بدات بقى افتح الاسئله واحده واحده، عشان كده بقول دايما حاول ان انت لما تبص اول سؤال انا مش عارف، تاني سؤال مش عارف. بدات اسيبني منهم واخش، بدات بقى الاقي اسئله انا عارفها، بدات افتكر المنهج واحده واحده، لقيتني عارف ثالث سؤال رابع سؤال، بدات بقى اللي هو اهدى شويه. بعدها بنص ساعه لا كنت جديد خلاص وعرفت. انا اصلا كنت مذاكر كويس، بس انا دخلت الامتحان متاخر، فهديت نفسي وكده، وعرفت ان انا اكمل بقيه الامتحان يعني الحمد لله. فاطمه، النوم. النوم كويس. انا امتحان العربي روحته مش نايمه، ودي كانت اكبر غلطه غلطتها في حياتي، حتى امتحان العربي الوحيد اللي نقصت فيه اصلا. لان يعني انا كنت بالظبط مسافه ما خلصت الامتحان، انا ما كنتش قادره ان انا استوعب اي حاجه، ولا قادره اركز مع حد، ولا قادره مثلا ارد على حد بيقول لي مثلا نراجع حاجه او كده، لان خلاص انا مش نايمه كويس. كنت ضاغطه على نفسي جدا بصراحه، التوتر كان شديد. انت فاكره الغلطه كانت عندك فين في العربي؟ هو يعني اكيد تعبير مثلا، لان احنا كنا لسه بنكتب التعبير، واه انا ما عرفتش واو الجماعه. دي نقصتني نص وانا لسه فاكراه لحد دلوقتي. فانا بصراحه نصيحتي ان هم لازم يناموا كويس. ما انا مش بقول مثلا هننام 8 9 ساعات يعني، بس اتليست ان انا اكون مرتاحه علشان اقدر اركز في الامتحان في التوقيت اللي هو ما بين الساعه 9 و12 الظهر، اكون في قمه تركيزي، لان ده اللي انا محتاجاه في الامتحان. وانت يا استاذه هاني؟
هو انا بس عايزه اقول انه اللي بيسمعنا دلوقتي يقول دول اوائل اكيد ما غلطوش ولا غلطه، وده مش حقيقي، لان احنا بني ادمين كلنا اكيد خدنا تجربه معينه صحيح. علمتنا الصح والغلط. فانا عن نفسي غلطتي ان انا كنت بحسبها دايما بالورقه والقلم. انا معقول انا ما كنتش عملت السؤال ده صح ومش عارف ايه، انا كده هنقص درجتين ومش عارفه فين درجه، وده كله مش حقيقي. لانك انت بعد الامتحان بيبقى الوهم بتاع ان انا حليت حاجه غلط، وده مش حقيقي. انت بتبقى حليت كله صح وكله تمام، فبلاش تحسبها بالورقه والقلم، اعملوا اللي عليكم واشتغلوا وابذلوا مجهود، وكده كده كله مكتوب عند ربنا. طيب خلينا نسال سؤال بشكل تاني يا استاذ مروان، ان انت عملت حاجه كويسه قوي 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 ونفسك ان كل الناس تعمل زيك. لو حاجه كويسه انا عملتها حوار ان انا، لا انا كنت بنام خلاص، لو كنت بحط في دماغي ان انا هنام كده كده مش فارق معايا، مش الساعتين زياده او الاربع ساعات اللي انا هصارهم هم دول اللي هيخلوني اوائل خلاص. لا هنام الوقت الكافي بتاعي عشان لما اصحى ابقى فايق واعرف اركز في الامتحان. دي حاجه حسيت ان هي فادتني قوي. تاني حاجه ممكن ان انا اسمه ايه ده، كنت في الامتحان اللي هو بحل السهل وبعدها الصعب، لو الامتحان لو في سؤال مش عارفه بسيبه للاخر. بس دول اكتر حاجتين حسيت ان هم فادوني في الامتحان. يعني استاذه فاطمه، انا بالنسبه لي ان انا كنت اول ما بدخل اللجنه واستلم ورقتي انا كنت بفصل نفسي تماما عن كل حاجه حواليا، ما بس كاني ما بسمعش بالظبط، لا سامعه بقى المراقب بيمشي ولا حد مثلا بيحاول يغش او اي حاجه، وفي نفس الوقت كنت بحاول ان انا ولا حد بيعيط بقى حواليك ولا إيه. لو تركيزة. واحده اغمى عليها ولا ركزه في الورقه دي نصيحه مهمه قوي بالظبط. دايما ماما كانت تقول لي وانا بذاكر وانا صغيره لو الدنيا لو العماره بتقع ما تقوميش من على الكتاب. فالنصيحه دي فضلت معايا لحد ثانويه عامه. وكمان انا كنت بحاول اتخلص من التوتر. ماما كانت من الاوائل بقى ولا ايه؟ قولي. لا لا. كنت بحاول اول ما امسك الورقه. بس هي كيف يعني كونك ان انت من الاوائل، انت اديت لها الدرجه بقت من الاوائل اكيد طبعًا. يعني ربنا يكرمها يعني. وكنت برضو اول ما بمسك الورقه بتخلص من التوتر. انا طبعا داخله اعصابي سايبه جدا يعني، بس اول ما بمسك الورقه خلاص انا عملت اللي عليا وربنا معايا، خلاص انا همسك الورقه واحل كل حاجه فيها. يعني انا في دماغي ان انا هقفل الورقه اللي قدامي دي، هجيب فيها الدرجه النهائيه يعني هجيبها. دي يا استاذه هاني، ان احسن حاجه عملتها ان انا كان عندي هدف وكنت مصممه اوصل له باي طريقه، وان انا توكل على الله، ان مش التواكل عشان في فرق كبير قوي. ان انا عملت اللي عليا وخلاص، اللي جاي بقى الامتحان ده توفيق ربنا. فابدا ابدا عمري ما شغلت بالي ولا انا هعمل ايه وانا هوصل ولا لا مش عارف، لا هي توكل على ربنا وخلاص عملت اللي عليا. طبعا مروان، وانت في الطريق لامتحان النهارده عندك امتحان، بتراجع بتذاكر ولا خلاص؟ بسمع قران بس. شكرا. بس مفيش مذاكره، ما كنتش بحب اذاكر ساعتها. لا كنت براجع بصراحه. كنت بتراجع؟ وانت يا هاني؟ انا كنت براجع، وكان بيحصل صدفه غريبه قوي ان كل حاجه عيني بتقع عليها كانت بتيجي في الامتحان، وفي الجامعه كمان حصلت معايا كده سبحان الله. مبخته دي حاجه بتاعت ربنا. سبحان الله. كانت جميله يعني صراحه، دي حاجه بتاعت ربنا. لكن مروان يعني هي مساله وجهات نظر يعني، كل واحد بس انا بميل اكتر لمروان، لوجهه نظر مروان ان هو خلاص بقى يوم الامتحان يعني خلاص، هي مساحه من الهدوء بقى. نسمع قران، اخواتنا المسيحيين يسمعوا انجيل يعني، اللي عاوز يسمع اغنيه، اللي عاوز، هي وسيله عشان احنا نهدي نفسنا نتخلص من التوتر يعني. ان احنا يعني حتى اللي عاوز يتفرج على فيلم كرتوني يتفرج له في النهايه واحد يوم ايه عامل خلاص يعني اللي اتعمل اتعمل. احنا ذاكرنا 12 شهر او 11 شهر مش النص ساعه، تعبانين تعبانين والمدرسين تعبوا وهم تعبوا وحلوا كتير خلاص. هي طبيعه، هي طبيعه يعني في الاخر مش شرط النصايح بتاعتنا تكون تنطبق على كل الطلاب صحيح، بس احنا بنحاول نساعد يعني. انا عاوز اقول لكم انا لسه راجعين من كوريا، كنا بنصور حاجه هناك، فاكتشفت بقى انه علاقه الشعب الكوري او الشعوب الاسيويه بشكل عام بمناسبه موضوع كرتونيا علاقه قويه جدا جدا. يعني تلاقي واحد كبير عنده مثلا 50 سنه او 60 سنه قاعد بيتفرج على فيلم كرتون عادي عادي جدا، وقاعد في المترو بيتفرج وبيحبه ده. فاكتشفت بعد كده انه او ثقافه ليه هم بيتفرجوا على الكرتون، عشان يوسعوا خيالهم، يعني يبقى في خيال، لان هو في النهايه مفيش يعني مفيش حقيقه حصلت لما كانت حلم عند حد يعني. فطول الوقت انا بتفرج على حاجه مكتفيه يعني، لما نقول نتفرج على فيلم كرتون دي حاجه يعني مش وحشه، حاجه كويسه يعني. انا بحب جدا. بتحبيها؟ بتفرج على كرتون؟ بتفرج على كرتون والله كتير جدا. وانا بحس ان هو بيهدي الاسترس شويه. انا بحس شخصيا كده يعني. لا هو حاجه يعني جميله. طيب مروان، تحب تقول ايه لاخواتك في الثانويه العامه، خاصه السنه دي عندهم اسئله عاديه اللي انت النظام الجديد اللي انت، واسئله مقاليه اللي هي يعني في حاجه جديده، هم سؤالين صح؟ مقاليه هو
تقريبا في الرينج ده يعني، هو مش عدد كبير، هو كل امتحان ليه عدد اسئله معين بس انا مش فاكر هم كام يعني، بس هو في الرينج كل امتحان سؤالين ثلاثه. طب تحب تقول ايه لاخواتك؟ احب اقول لهم ما يخافوش ان كل ده هيعدي، كل اللي هم شايفينه قدامهم اللي هو يعني مش هخش الكليه اللي انا بحلم بيها او اي حاجه، كل ده في ايد ربنا يعني، ما تفضلش شايل هم انا هعمل ايه ولا ايه اللي هيحصل لي ولا اي حاجه، لا انت عايزك تخش كل امتحان تخرج منه ناسي الامتحان ده، انت بتفكر في الامتحان اللي بعدين، متوكل على ربنا خلاص انا عملت كل اللي اقدر عليه، مش ربنا مش هيضيع تعب كل الفتره اللي فاتت دي، ربنا كريم فربنا هيديك اكتر بكتير من اللي انت كان نفسك فيه بس. فاللي انا عايزك تبقى حاطه في دماغك ان ان شاء الله ربنا هيكرمك، انت بس كل اللي عليك ان انت تعمل اللي عليك اخر حبه دول وخلاص مش ناقص كتير، فانت هتحاول ان انت كل امتحان تخش وتفكر في اللي بعديه خلاص انت تخرج ناسيه، وتسيب الباقي على ربنا، وهتتفاجئ بجد في الاخر من المجموع اللي انت هتجيبه يعني، انت ربنا هيجيب لك مجموع حتى لو هو مش احسن حاجه بس هي احسن حاجه ليك يعني. انت دكتور ناصر كان دايما يقول لي مش عايزك تخش كليه قمه على قد ما عايزك تبقى قمه في الكليه اللي انت فيها، الله فانت كده كده هتخش كليه، المهم ان انت تبقى قمه في الكليه دي جميل جميل الكلام يعني، ربنا هو يختار لك مكان انت هتبقى قمه فيه ان شاء الله. فاطمه انت بعد الامتحان بتراجع ورقه الاسئله ولا لا؟ يعني بتراجع اجاباتك ولا شكرا؟ للاسف كنت بعمل كده. كنت بتدمري نفسك طبعا. كنت براجع كل حاجه. يعني بحاول مثلا اعرف انا نقصت هنا قد ايه او ادي مثلا يعني درجه تقريبيه كان بيعمل او زيك الخمس درجات اللي راحوا منه في العربي ده كانوا كان يعني صح؟ انت ما رجعتش ورقه العربي اللي انت كنت براجع بس ما حدش عارف اصلا العربي كان صح ولا غلط بس كنت براجع وانا قلت دي نصيحه بقى ما تعملوهاش نسبيا ما تراجعوش زيي. وانت يا هانيا؟ لا انا ابدا ما كنتش براجع ولا في الجامعه على فكره، يعني انا بطبيعتي بحس ان خلاص انا سلمت الورقه وحليت، مراجعتي مش هتفيد في حاجه. ليلة الامتحان بقى هانيا كنت بتعملي ايه؟ ليلة الامتحان طقوس، كل واحد فيكم عنده طقوس خاصة. اكيد انا في ليلة الامتحان انا ما كنتش يعني كنت بصراحة بعتمد اكتر ان انا هبص على الحاجات اللي كان عندي فيها نقط ضعف، الحاجات اللي كنت بغلط فيها لان ببقى معلمة عليها طول السنة، باخد نوتس على جنب الحاجات اللي انا بغلط فيها وعندي مشكلة حاسة ان انا عايزة اراجعها، لكن ابدا ابدا ما بشوفش او ما بعرضش نفسي لاسئلة جديدة. يعني خلاص انا وقت الحل خلص انا هراجع بس. وبالذات ان هم كمان عندهم في النظام الجديد معتمد اكتر على الفهم، يعني الاسئله المقاليه 15% يعني دي حاجه نسبه بسيطه، فالافضل ان انا الم بس اللي انا عارفاه والتفكير ده بقى خلاص وقت الامتحان على حسب السؤال. بتاكلي قبل الامتحان ولا بعد الامتحان؟ انا ما بعرفش اكل قبل الامتحان خالص. مع انهم بده غلط. ومع ان ده غلط. انا حقيقي اكيد ده غلط. لا لا ما بقدرش اكل نهائي حتى في الجامعه. برضه؟ حتى في الجامعه ما كنتش باكل ابدا قبل اي امتحان. طب ما هو كده ده ضغط وتقع وتنهار حرام يعني. انت طبعا بفطر عادي وطبعا مش غلطات وكل حاجه. انت مش يا جماعه في انا مش محتاج اسالك باينه عادي جدا، انت عادي ممكن تاكل طاجن باميه الصبح عادي خالص ما عندكش اي مشكله، وتجيب خالد وتقعدوا انتوا الاثنين مع بعض عادي ونقعد ناكل بقى وما اعرفش ايه بس انا عارف يعني. بس هو بشكل عام يعني صحيا ما بينصحش بان في شوكولاتات كتير الصبح لانه زياده نسبه سكريات زياده عن اللزوم بتأثر على التركيز، فيعني بشكل عام احنا نفطر فطار كويس ومعقول وما ينفعش ما نفطرش. انا عارف طبعا التوتر بس احسن لو في حاجه مثلا لازم ازازه ميه معانا في اللجنه، ولازم مثلا لو اي يعني شوكولاتايه صغيره برضو علشان لا انا بقول لا هو اصل هو مروان بيقول لي شوكولاتات فانا فاهم ان انا لا طبعا يعني هو بني ادم جسمه الصبح بيحتاج يعني بروتينات شويه نشويات بسيطه شوكولاتايه بسيطه بالنسبه لكم انتوا يا بنات يعني تاخدوا حته شوكولاتايه، لكن انا عارف مروان بيعمل ايه هو وخالد. الحمد لله ان انت فاهم. تلاقي ماسك قالب الشوكولاته قد كده وقاعدين يعني يعني انت برضه غلطتي يا فاطمه بانك ما كنتش بتاكلي وده مش صح. لا ما كنتش باكل ودي فعلا حاجه مش صح، بس ما اقدرش اسيطر على نفسي يعني. المنبهات كمان دي حاجه غلط قوي، يعني في ناس كتير وقت الامتحانات بتشرب قهوه وحاجات يعني فيها كافيين كتير وده طبعا مش صح. انا مش فاهم جيلكم ده مرتبط بالقهوه ليه؟ احنا على ايامنا اللي كان بيشرب شاي بيبقى كان بيقولوا عليه صايع. لا ما بشربوش. انا يقول لك يا نهار ابيض ده ابن فلان بيشرب شاي، يعني ما اعرفش ايه يعني. انت كنت بتشرب قهوه حضرتك ولا ايه ولا ايه؟ كنت بشرب نسكافيه. مش قهوه، انا مش قهوه. بس يعني كنت بشرب، لا كنت بشرب كتير كمان، كان ممكن 2-3 في اليوم بس مش عارف اركز اللي هو هي خلاص بقت عاده. جو البليله بتاع ايامنا ده ما عادش. لا ما بقتش بتاكل معانا ولا الدوم ولا الحرنكه شويه، ما فيش الكلام ده. لا ها؟ ثلاث كوبايات نسكافيه كده طول اليوم على مدار اليوم عشان اذاكر. ما فيش بقى لا دوم ولا حرنكش ولا نبق ولا توت ولا الحاجات دي كلها. لا احنا عجزنا والله. كبرنا قوي. انا بشكركم والله، انا يعني مبسوط وان انا شفتكم يعني اخواتي واولادي، لان دايما ايه كل ما بيكبروا قدامي كده الواحد بيحس انه
في حاجة حلوة بتحصل يعني. بشكركم جدا جدا. شكرا لحضرتك. وأشكر حضراتكم جدا، ونلتقي يوم الخميس والجمعة القادمين في حلقات جديدة من برنامج مصر تستطيع.